نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على اي اف ام واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على اي اف ام ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على اي اف ام. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال. وقضية اليوم بدأت احداثها نهار 3/6 ماي 2014 في نيس، خامس مدينة فرنسية من حيث الكثافة السكانية. الوقايع بدأت مع 7 متاع العشية في نفس النهار، يعني 6 ماي 2014. كرهبة من نوع مونوسباس كحلة خارجة من سبيطار لارشي على مرتفعات نيس. الكرهبة تعديت البريير البرانية متاع السبيطار واخذت الدورة باش تشد ثنيتها، وفجأة واحد كان واقف بحدا السور متاع السبيطار لابس كاقول يعني مغطي وجهه، مشى طول في اتجاه الكرهبة هذيك وشبر سلاحه في الركاب وأطلق عليهم النار. الكرتوشة الأولى كسرت البلار وجات في المرأة اللي قاعدة بحدا الشيفور، والكرتوشة الثانية كانت من نصيب السائق. الكرهبة مشيت شوية عجليها حكوا في المادة ووقفت. جاب ربي سايق متاعها مازال ما بداش يلانسي، ما كانش راهي عامل الديراباج ومشيت تتكركب. اللي كانوا موجودين في الوقت ذاك وحضروا على الواقعة عددهم قليل، ما بين مارة وعاملين في المستشفى. في ساعة ما دخلت فيهم غولة وبداوا يجريوا في كل الاتجاهات باش يتخباو على اعتبار أنه هجوم إرهابي. والحس متاع هكا الطلقات تسمع في السبيطار والمحيط متاعو، لأنه البلاصة كانت مرتفعة وحس الكرتوش يجاوب يعمل صدى. اللي حضروا شافوا المشهد هذا من الأول للآخر بقاو مذهولين في برودة الدم متاع السيد اللي أطلق النار على كركرهبة واللي فيها. قص الكياس في عقله وثرنتو عنده شريك كان واقف يعس على الماشي والجاي لابس كيفو كاقول مغطي به وجهه، وواضح اللي هو يكبري فيه، معناها يعمل في تغطي على زميله. هكا المكحلة اللي وقع اطلاق النار بها تحطت في ساك، والزويز مشاو على رواحهم دبة دبة، ما همش متقلقين بالكل. شهود العيان اللي حضروا على الواقعة هذه بقاوا يتبعوا فيهم بعينيهم حتى لين وصلوا لمحطة الكار الموجودة في آخر الهبطة، ووقفوا يستناو فيها تقول ماشين للخدمة. في تواتر الأحداث التليفونات كلات بعضها والشرطة علمت وجات على جناح السرعة. وبما أنه الحادثة صارت قدام سبيطار، هكا الطب والفرملية جاوا باش يشوفوا الحالة متاع اللي موجودين في الكرهبة ويسعفوهم إذا كان يستحقوا الإسعاف. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الزوز اللي وقع استهدافهم من طرف القناص هما الشيفور وعمره حوالي 60 سنة، ومرأة كانت قاعدة بجنبه على السياج باساجي عمرها فوق 70. مبدئيا ما ماتوش، لكن حالتهم خطيرة برشا وينصفوا بالدم، والأطباء اللي عاينوا الحالة متاعهم في ساعة ملقفوهم وبعثوهم طول لسبيطار سان روك اللي مجهز أكثر بالنسبة للضحايا اللي كانوا عرضة للطلقات النارية. ودوب ما خلطت الشرطة قامت بإغلاق المكان على المرة على أساس ساحة جريمة، لكن الفضوليين في ساعة ما جاو ولبطا ولا في الصعدة ولا في الهبطة. في مجريات الأحداث البوليسية سألوا الحاضرين عن اللي صار، وهم اعطوهم التفاصيل بالتدقيق على الوقايع ووصفوا لهم المعتدي وصاحبه، قالوا لهم اللي هم مشاو للمحطة واخذوا الكار وكأن شيئا لم يكن. بالنسبة للكرتوشتين واللي تم توجيههم من الشباك متاع المرافقة يعني المرأة، الكرتوشة الأولى جات فيها على مستوى الرأس متاعها،
والثانية مشيت للشيفور تحت كتفه، هذا حسب التقرير الأولي متاع الطبيب الشرعي. هزوا سكرتوشات ما كانوش يقاتلين، لكن كمام خلاوك زوج ضحايا في حالة غيبوبة. الساك متاع المرأة كان فوق التابلو دو بور وما تمس منه حتى شيء، يعني الغاية من الهجوم ماهيش السرقة. الفلوس اللي فيه ما تمسوش، كاملين جاملين. وبطبيعة الحال الشرطة تعرفت على الهوية متاع الزوز أشخاص اللي يقع ضربهم بالكرتوش. المرأة كان اسمها إيلين باستور، عمرها 77 سنة، واللي معها هو الشيفور متاعها اسمه محمد درويش وعمره 60 سنة. وإيلين هذه حسب المعطيات اللي جات من سبيطار لارشي كانت تزور في ولدها جيلدو اللي عمره 47 سنة، صارت له AVC يعني سكتة دماغية وموجود في العناية المركزة. إيلين ما تسكنش في مدينة نيس، وإنما تسكن في إمارة موناكو اللي المسافة ما بينها وما بين نيس أقل من تونس المرسى، وبالضبط 23 كيلومتر. وكانت كل يوم في العشية تجيل ولدها جيلدو تقعد بحذاه شوية ومن بعد تروح، ومحمد درويش هو السائق متاعها اللي يهزها ويجيبها. في المرحلة هذه البوليسية انطلقوا في الأبحاث وبدأوا بأنكيت دو فوازيناج كالعادة بحث جوار باش يلموا أكثر معلومات ممكنة. المنفذ متاع العملية وصاحبه اللي كان مصدر عليه قامتهم كانت طويلة، وحسب الشهود أعمارهم على أقصى تقدير 30 سنة، ولبستهم عادية سبادريات سراول الجين ودي باركا كيما متاع الجيش أما بألوان أخرين. حسب اللي كانوا موجودين في هالواقعة قالوا للشرطة أنه المنفذين ظاهر فيهم اللي هما متمرسين ومتعودين بعمليات كمن هذه، على خاطر كما سبق وقلنا لكم تصرفوا ببرود الدم كبيرة، وزيد خذوا الكار مع مسافرين أخرين وفيهم مشكون اللي في باله باللي صار في باب السبيطار. بالنسبة للمكحلة والكارابينة اللي وقع استعمالها حسب الأوصاف متاع شهود العيان هي من نوع فوزي أبومب أكانونسي اللي سبق وحكينا لكم عليها في قضية حكيم، وقلنا أنه الفوزي أبومب هي سلاح يستعملوه برشا مجرمين لأنه يحدث برشا أضرار ويتخبى بسهولة. واللي مشهورين به أكثر هما العصابات الإجرامية والإرهابية متاع جزيرة كورسيكا لاكورس. وبالتالي السؤال الرئيسي اللي باش يطرحوه المحققين هو الدافع من وراء الجريمة هذه. إذا ما هوش السرقة أش ينجم يكون؟ تصفي تحسبات أو انتقام؟ وممكن زادة نجم تكون مرتبطة بالمافيا المتواجدة في نيس وموناكو ورامي عروقة في الأوساط الكل. لكن سؤال آخر مطروح، أشكون المستهدف؟ إيلين باستور وإلا الشيفور متاعها محمد درويش؟ مبدئيا الشرطة مشيت في فرضية جريمة مافيوزية. Devant cet hôpital de Nice, la voiture d'Hélène Pastor est criblée de balles. Nous sommes le 6 mai 2014. Il y a quelques heures, la milliardaire monégasque est tombée dans un guet-apens. Une voiture criblée de balles à la sortie de l'hôpital. Elle et son chauffeur sont pris pour cibler gravement blessé. La fusillade hier soir. في مجريات هالأحداث اللي باش يعطي للمسألة هذه حجم عالمي هي الشخصية متاع المعتدى عليها إيلين باستور، امرأة ولا كل النساء، اسمها يزعزع موناكو ونيس وفرنسا والعالم بكله. المرأة هذه من أغنى أغنياء العالم، ويقولوا اللي هي أغنى من عائلة غريمالدي اللي تحكم في موناكو، لدرجة أنهم يسميوها نائبة الأميرة لا فيس برانسيس. المرأة عندها برشا نفوذ ومتغلغلة في عالم المال والأعمال، يهابوها ويعملوا لها ألف حساب. ولهنا دوب ما الخبر وصل للمسامع الأعلام هبطوا عاري ولابس، التلفز الإذاعات المواقع الإلكترونية الصحافة الرسمية والشبه رسمية الصحافة الصفراء ومتاع المجاري وهكا اللي يتلوج على الفضايح والدمومات. باختصار هكا الصعدة متاع السبيطار ولات كحلة بالعباد، اشكون اللي يخلط قبل صاحبه ويجيب سكوب يعني سبق صحفي. وأول اتجاه مشاو فيه الإعلاميين هو الجريمة اللي عندها علاقة بالمافيا، وبدأت الفرضيات والتخمينات واللي أغلبها تركزت على كشيفور محمد درويش، وأغلب الناس قالوا أنه هو المستهدف
وإيلان سبيكتور مشات في العفس، يعني كلاتها في جورتو. وباش ما نفوتكمش بالحديث، نقدموا لكم عائلة لي باستور. إيلان باستور كما سبق وقلنا لكم تندخة، امرأة صاحبة ثروة وجاه. عزيزها واللي اسمه جون باتيست باستور كان يسقل في الحجر اللي يبنيه بيه، ان طيور دو بيير. هاجر من إيطاليا عام 1880 واستقر في موناكو. موناكو وقتها عبارة على إمارة صغيرة، والديار اللي موجودين فيها على عدد سواب على اليد. Ensuite, elle s'est poursuivie. Elle a été créée en 1913, la guerre. Puis elle s'est poursuivie au fur et à mesure les années 30 jusqu'à l'année 38, date à laquelle j'ai été le créateur en principauté de Monaco de la copropriété. On a l'air de dire que. Jean-Baptiste Pastor. أسس مقاولات بناء وكان من أول اللي ساهموا في التطور العمراني في موناكو. وما جات بداية القرن الماضي إلا مبنى أغلب القصور والإقامات الفخمة متاع إمارة موناكو. وولده اللي تعلم البني على قاعدة مشى في نفس الثنية، وما جاء عام 1968 إلا مع عائلة لي باستور ولاو كما قلنا لكم أغنى من الأمير متاع وقتها. وباختصار باش ما نطولوش عليكم، هالعائلة هذه تكسب ما بين 500 و600 كيلومتر مربع بني، يعني أغلب المساكن والملكات متاع موناكو. وما كانوش يبيعوا بالكل، يكريوا، وكل أرض يشريوها يبنيوا عليها عقار وما يبيعوا حتى شبر منه، كل شيء يتكرى. ولهنا خلينا نعطيكم فكرة عن المداخيل متاعهم. 16 مليار أورو في العام، يعني مرتين قد ميزانية تونس. اللي خذا المشعل على أبوه هو جيلدو، اللي كما سبق وحكينا لكم صارت له جلطة دماغية، وهو اللي استحفظ على مكاسب وثروة العائلة وزاد كبرها. جيلدو هذا طلع أفيريست على درجة كبيرة من الذكاء، يعني عنده لو سونس دي زافير، ورفع العائلة متاعه لأعلى المستويات. وخلف جيلدو اللي تسمى على اسم بوه إيلان باستور، اللي عندها بنية وعمرها اليوم 59 سنة، يعني في 2020، واسمها سيلفيا راتكوفسكي، متزوجة برجل أعمال بولوني. في مجريات هالأحداث الشرطة مبدئياً ماهيش باش تلقى أي شيء ملفت للانتباه في عائلة إيلان ولا في محيطها المباشر، ما عدا حاجة واحدة، واللي هي المليارات والمليارات والمليارات الكبيرة. وبطبيعة الحال هالميزابات متاع الفلوس تنجم تكون أطماع متاع برشا ناس وبرشا أطراف. زعما كانت تخضع العملية ابتزاز من طرف المافيا اللي كانت معشة في موناكو، وربما وقت اللي ما استجابتش للإملاءات متاع المجرمين قروا باش يصفيوها جسديا. هذا هو اللي حبوا يعرفوه البوليسية. لكن المشكل في إيلان باستور، لأنها مرأة منغلقة على نفسها، تري ريزيرفي تري ديسكريت. رغم المكانة متاعها في الإمارة والنفوذ اللي كانت تتمتع بيهم، ما تحبش برشا الاختلاط بما يسمى المجتمع الراقي، لا سهريات لا قعدات لا ماشي لا جاي. عاملة فيها واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لكن في المقابل وحسب اللي يعرفوها كانت مرأة كاسحة صلبة، طبيعتها واقفة، واللي يخدموا عندها ويتعاملوا معها يخافوا منها خوف كبير. والشي هذا ماهوش باش يسهل مهمة المحققين، لأن حياتها محاطة برشا سرية. في هالمرحلة هذه وبعد 4 أيام من هاك الهجوم، محمد درويش الشيفور نتاع إيلان واللي كان تحت العناية المركزة ماهوش باش يسعفوا الحظ، رغم المجهودات اللي عملوها الأطباء باش ينقذوه. الكرتوشة اللي كلاها مست له برشا عروق ماشين القلب، والنزيف أجهز عليه ومات. ولهنا الشرطة خسرت واحد كانت الشهادة متاعه باش تكون مهمة في التعرف على الجونات.
وباش ما نفوتوكمش بالحديث، محمد درويش ما كان السايق كهو، كان كيما يقولوا حوكي وحرايلي، يسوق ويطيب ويخدم في الدار. بصريح العبارة ماجور دوم، وهو الشخص الوحيد اللي إيلان تستثق وتحكي له على كل شيء. سي سون كونفيدون، وأسرارها الكل عنده. فوق من هذا متعلقة به بشكل غريب، وما تتحرك كان ما يبدأ هو في علمه. الشيء اللي مشى في ظن الناس أو اللي كتبته الجرايد أنه محمد درويش على علاقة بزعماء عصابات، وربما هو اللي عمل معاهم مشاكل وجات في رأس إيلان، عرفته. وفي نهاية الأمر هالكلام هذا بش يطلع ما عنده حتى أساس من الصحة، والمحققين بش يطرحوا نهائيا فرضية أنه السايق هو المستهدف. والسبب بسيط، محمد درويش وقت اللي وصل إيلان للسبيطار يهبط ويحللها الباب ويبقى يستنى فيها قدام الكهرباء حتى لين تخرج، وبالتالي إذا كان القتلة هما اللي قاصدينه علاش يقعدوا يستناو فيه حتى لين تجي عرفته ويشدوا ثنية؟ من الأسهل أنهم يدخلوا له طول الباركينج متاع السبيطار يقتلوه غادي على البلاصة وهو خارج الكهرباء. Une voiture criblée de balles à la sortie de l'hôpital Larcher. C'est tout ce qu'il reste de la fusillade d'hier soir. Une fusillade qui a éclaté aux alentours de 19h alors qu'Hélène Pastor sortait du parking de l'hôpital en voiture. Elle venait de rendre visite à son fils. فيها المرحلة هذه من القضية، وكما سبق وقلنا لكم المحققين تأكدوا أن الشيفور محمد درويش ما عنده حتى دخل، وهو اللي مشاف العفس. ولهنا جهود البحث متاعهم تركزت على إيلان باستور باش يعرفوا علاش يحبوا يقتلوها، وشنية الأسباب الدفينة اللي وراء الهجوم اللي صار نهار 6 ماي قدام السبيطار. أشكونوا اللي عنده مصلحة في موتها؟ الشرطة استعملت كل الوسائل المتاحة باش تختفي أثر هزوز المنفذين متاع عملية الاختيال، وأول حاجة استعملوها هي التسجيلات متاع الكاميرا دو سيرفيونس، ومعاهم شهادات الناس من العمل والإطار الطبي متاع السبيطار والمارة، وهكا الناس اللي استناو في الكار. فوق من هذا قاموا برصد لي زابيل تيليفونيك الكل اللي تعملوا في محيط ساحة الجريمة، وجابوا أكبر التقنيين باش يحاولوا يحصروا الشبهة في أرقام تليفونات معينة. برشة تجهيزات حديثة وقع استعمالها في هالتحريات هذه، وبرشة أمنيين وقع تجنيدهم، خاصة وأن الإعلام وجه الهجومات متاعه للمؤسسة الأمنية وينعت فيهم بالتخاذل وعدم الكفاءة. الصحفيين كانوا يقولوا اللي محاولة التخلص من إيلان باستور إذا كانت عدات هكاكا وبقات بدون حل يكون عار كبير على الأمن، وأي واحد من شخصيات موناكو غيرها وخاصة الأثرياء متاعها يولي خاف على روحه. دي ملياردير أساسيني سي را تري را. Semaine après le guet-apens meurtrier, c'est donc la thèse du différend familial qui pourrait bien éclater au grand jour. في مجريات الأبحاث مجهودات الشرطة أعطت أكلها، وعرفوا كيفاش هكا القتلة جاءوا عن طريق شاهد قال أنهم هبطوا من تاكسي في بلاصة ماهيش بعيدة على باب السبيطار باش ما يشوفوهمش، وأكد اللي واحد منهم كان هذا الساك فيه المكحلة، يعني هو اللي تكلف بالاختيال والآخر بالعسى. المعلومات اللي استقاتهم الشرطة هو أنه هزوز مجر ما جاءوا من مارسي اخذوا الترينو متاع ماضي ساعة وخلطوا النيس قرابة ماضي ثلاثة، ومن غادي طلبوا تاكسي وهزهم للسبيطار اللي نفذوا فيه العملية، ومن بعد كما سبق وقلنا لكم اخذوا الكار بكل برود الدم. محطة النزول متاعهم ما كانتش بعيدة على الوتيل اللي احتجزوا فيه زوز بيوت، ودوب ما خلطوا عملوا تليفون التاكسي جاهم وهزهم مباشرة المرسي. هالمعلومات هذه الكل عرفوها الأمنيين كما سبق وقلنا لكم بالمكالمات اللي تعملت في محيط ساحة الجريمة ومن المسار متاع الحافلة والوتيل. وبعد ما عملوا جرد للأرقام الهاتفية المستعملة والمسافة اللي تقطعت عرفوا نوامر تليفوناتها كالزويز اللي قاموا بمحاولة اغتيال إيلان سيكتور. المجهود الأمني في العملية هذه كان جبار جداً، والنتيجة اللي وصلوا لها كانت في وقت قصير وفاقت الأمال متاع المحققين. وأهم عنصر في المعلومات اللي استقاوها هو كالكرية متاع التاكسي. البوليسية طلعوا الشيفور واعطاهم الأوصاف متاع كزوز مجرمة بالتدقيق، والشرطة الفنية كملت الباقي، وهذا دليل أن التكنولوجيا ولات سيدة الموقف في التحريات الأمنية.
في تواتر هالأبحاث والتقصيات الأمنيين عرفوا أنه هالقتلة جاءوا من حي شعبي في شمال مدينة مارسي، حي فيه فئات اجتماعية فقيرة وبرشا مهاجرين، وبالطبيعة الانحراف بشكاله في الموعد، تجارة المخدرات، للسرقات بأنواعها، الحرب العصابات وصولا للإرهاب، وبرشا شباب يقع غسل الأدمغة متاعهم في أحياء من هذه، ومن بعد يستعملوهم في هجومات أو عمليات انتحارية وإلا يسفروهم من سوريا أو غيرها من المناطق الساخنة. Pour remonter jusqu'à eux, les enquêteurs ont d'abord identifié le tireur et son complice, deux individus d'origine comorienne qui ont agi à visage découvert, puis qui sont repartis à pied de l'hôpital, laissant de nombreuses traces derrière eux. في المرحلة هذه من القضية تم التعرف على المنفذين متاع العملية. واحد اسمه أمين سيد أحمد وهو اللي أطلق النار حسب التحريات الأولى، والثاني اسمه الحاير حمادي، والاثنين من جزر القمور ليزيل كومور، ومندمجين في النسيج الإجرامي الفرنسي. هالزويز ثبت حسب الدوسيات متاعهم اللي هما تورطوا في ترويج المخدرات ومحل تفتيش من طرف الشرطة متاع مارسي. وبما أنه النوامر متاع تليفوناتهم ولات معروفة، الشرطة ولات ترصد فيهم باللي جي بي اس ومستعدة باش تلقي عليهم القبض وقت اللي يتم اللوكاليزاسيون متاعهم بالتدقيق. ولهنا وقت اللي ركزوا على المكالمات اللي صارت ما بين المنفذين الاثنين وأشخاص أخرين، المحققين القاو نومرو طلبهم عدة مرات قبل العملية وبعدها، وباش يقطعوا الشك فتشوا على مولاه وظهر واحد اسمه باسكال دوريا، ممرن متاع سال دو سبور أو كما يقولوا كوتش، عمره 46 سنة، والقا قليم باهي إيراني في الأثرياء في ديارهم ويصور في جرتهم برشا فلوس. باسكال هذا كانت ماشية معاه أموره على العال، ومش لازم نقولوا لكم أنه اللي يتمتعوا بالخدمات متاعه أغلبهم حريفات ما همش حرفاء، يعني نساء وفتيات ما يعرفوش ترفخ لهم فين، وهو وليد أزعر شباب ومسكل بدنه مسقول بكل رمان، يعني راني مليح مليح والفهم يفهم. الشرطة ما حبوش يستدعوه للاستنطاق وخيروا باش يتنصتوا على المكالمات متاعه، والمسألة باش تعطي الأكل متاعها، لأنهم وصلوا عرفوا الشخص اللي كان يتخاطب مع باسكال هذا الممرن، ومن هنا الأمور بدأت تتوضح بشوية بشوية. الجماعة يعني هيك الزوز اللي نفذوا العملية ظهرت عندهم علاقة باسكال هذا، وكأنه هو اللي يعطي فيهم في التعليمات، وفي نفس الوقت سي باسكال هذا كان على اتصال مع شخصية مرموقة جدا وقريبة من إيلان باستور. أشكون هالسيد هذا؟ هو انسيب إيلان باستور بالفم والملاء، يعني رجل بنتها الكبيرة سيلفيا. يقول القايل أشنية الخيط اللي جبده في محاولة الاغتيال متاع حماته، كيفاش دخل في الحكاية هذه؟ وإلا زعم أمور عفوية ومجرد تصادف، ان كونكور دو سيركونستانس. المحاقين باش يفليو الدوسي متاع فورجياك يانوفسكي. في تواتر هالأبحاث المحققين عرفوا أنه فوجياك يانوفسكي أصله بولوني، عمره وقتها 65 سنة، تولد في فارسوفيا وفي عائلة ميسورة، قرأ في جامعة كومبريدج وما أدراك ما كومبريدج، ولا رجل أعمال يعرف القاصر والداني في بلاده بولونيا، لكن مستقر في موناكو. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي هو ما كانش متزوج بصفة رسمية من بنت إيلان، لكن عايشين مع بعضهم عندهم أكثر من 25 سنة، وفي عينين الناس هما أكثر من أزواج. الوضعية الاجتماعية متاع فوجياك مرموقة، لأنه السيد رجل أعمال عنده عدة شركات، وكان أن كونسول جنرال أونورير، معناها قنصل فخري متاع بلاده في موناكو، وبنواش نوزادة، وعلى القول وسام من أعلى الأوسمة في فرنسا، أوفيسي دو لوردر ناسيونال دو ميريت. وسيلفيا بنت إيلان اتعرف عليها عن طريق عمها ميشيل اللي كان معاه في الغرفة الاقتصادية متاع موناكو. يقول القايل إيش مجيب واحد بالحجم هذا الزوز مجرمة، والواحد يراني في السبور القاعة متاعه عندها نافذة على المنحرفين متاع نيس وربما مارسي.
في المرحلة هذه من القضية، المحققين توصلوا بوسائلهم الشخصية وتقصياتهم أنه فوجياك راجل بنت إيلين باستور كان في حقيقة الأمر متمتع بالفلوس متاع إيلين أم مرته، يعني ياكل في القسط اللي بيد القطوسة بنتها، لأنه إيلين باستور كانت عاملة لبنتها سيليفيا إن رونت منحة قارة محترمة برشا، تصبها لها كل شهر وتعيش شطر العائلات متاع موناكو عام كامل، يعني برشا برشا فلوس. وفوجياك هذا كان عينه كبيرة، راجل يحب الجو والرياقات والسهريات، وماذا به الباباراتزي ديما في جرته ويصوروا فيه والجرايد يكتبوا عليه وعلى الثروة متاعو. باختصار كان يحب المظاهر بشكل غريب، الشي اللي خليه شري بورتمان في لندرا وزاد ضرب ياخد قد بابور متاع بحر يتباهى به قدام دادو. فيها التطور هذا من التقصي على فوجياك، المحققين تفطنوا اللي هو قام بسحب عدة مبالغ هامة من الحسابات متاعه في المدة الأخرى، ووقتها قاموا بالتنسيق مع شرطة موناكو وتأكدوا اللي هو جبد قرابة 200,000 أورو ضربة واحدة من حساب متاعه كان موجود في بنك دبي. هذا يخلف 9 عمليات أخرين فيهم مبالغ كبيرة، وهالفلوس هذهم جبدهم في الشهر الأخراني وعمره ما قام بعملية سحب بالأهمية هذه. ولهنا المحققين باش يركزوا عليه ويعتبروه كما نقولوا راس الفتلة وعنده ضلع في العملية اللي استهدفت إيلان نسيبته، لكن يلزم يحدوا المسؤوليات متاعه في العملية هذه. وفي الليلة الفاصلة ما بين 20 و 21 ماي 2014، إيلان باستور وفاها الأجل في السبيطار، يعني 14 يوم بعدك الهجوم اللي صار عليها في سيارتها قدام السبيطار، واللي زاد مشى فيه ضحية الشيفور متاعها محمد درويش. في الأثناء هكا الزوز مجر ما غابوا على الأنظار، وسبق أنهم خرجت فيهم برقية تفتيش في مرسي. وبعد تنسيق مع شرطة موناكو، الشرطة الفرنسية باش تنسق مع نظرائهم في فارسوفيا وباش يكتشفوا أنه الأمور المادية متاع فوجياك كانت ما هيش ولا بد. السيد كبر كرشه وتخل في برشا أفاريات أخرين، وحب يشري كومبلكس بتروشيميك مركب كيميائي في بلاده، لكن هالشرية هذه كانت مكلفة وفيها برشا فلوس وبرشا ديون. باختصار الفلوس اللي كان ياخذ فيهم من عند مرته، يعني في نهاية الأمر من عند نسيبته بطريقة غير مباشرة، ما عادش يكفيه. ومن هنا جاء التساؤل متاع المحققين، يا هل ترى فوجياك خطط للتخلص من نسيبته إيلان بس سيلفيا بنتها تورث يعني مرته وهو الأمور متاعه تتبحبح في جرتها؟ وأكيد راهو في التخطيط متاعه عمل سيناريو يبعدوا على الشبهات الكل ويحط العملية على حساب المافيا الروسية، لكن كما يقولوا اللي يحسب وحده يفضله، لأنه المحققين اعتبروه المتهم رقم واحد، وبالتالي تعداوا طول المرحلة الإيقافات وتمكنوا من إلقاء القبض على كزويز اللي قاموا بالعملية في السبيطار. ولهنا نقصدوا أمين سيد أحمد والحاير حمادي كزويز اللي من جزر القمور، وزادوا خلطوا عليهم باسكال دوريا كالكوتش اللي راني في الصالة متاع السبور، وبطبيعة الحال على راسهم فوجياك يانوفسكي. الكلهم شدوهم على بكرة أبيهم باش ما يخليوا حتى واحد منهم فرصة باش يهرب أو ينسقوا الإجابات متاعهم. الوحيدة اللي حطوها على ذمة التحقيق من غير ما يوقفوها هي سيلفيا بنت إيلين باستور، اعتبروا اللي هي عندها مسؤولية في اللي صار، وطرحوا فرضية تآمرها مع رفيقها سون كومبانيون يعني فوجياك. بالنسبة للتخمينات متاعهم تآمروا على إيلان أمها باش يقتلوها ويرثوها. Depuis hier 23 juin à 14 heures 23 je dis bien 23 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue sur commission rogatoire des deux magistrats instructeurs. À l'heure où je vous parle, des flux financiers suspects ont été repérés sur les comptes bancaires de monsieur Janowski. Des liens sont apparus avec deux individus que je peux qualifier d'intermédiaires et qui ont été en relation directe avec les deux suspects, ce qui a justifié amplement la décision des magistrats instructeurs de le placer en garde à vue. في مجريات هالأبحاث
أول واحد باش يمر للاعترافات بعد استنطاق دام ساعة هو هكا الكوتش باسكال. قال أنه اتصل به فوجياك اللي كان يجي ساعات لك القاعة متاع السبور اللي هو يراني فيها، واقترح عليه مبلغ متاع 200,000 أورو لو كان يدبر له قتلة مأجورين يتكلفوا بالتخلص من سيبتو إيلان باستور. وكيما سبق وقلنا لكم، سي باسكال المدرب هذا كان عنده برشا معارف في أواسط المنحرفين، وهما اللي دبروا له هالزويز منفذين متاع العملية وجابوهم له من مارسي. بالنسبة لباسكال اتكفل بالتدابير الكل، وهو اللي اعطى التعليمات وأطر العملية. وفي الاعترافات متاعه باش يورد فوجياك راجل سيلفيا، وردة الفعل متاعها كانت عنيفة جدا، قطعت كل العلاقات متاعها وارتباطها فوجياك، وعملت محامي باش يزيد يورطو، واعتبرت أنه يستحق أقصى العقوبات. والغضب الشديد هذا عبرت عليه في وسائل الإعلام، وقالت أنها مستحيل باش تغفر الفوجياك هالجريمة الشنعاء متاعه اللي كلف فيها مجرمين باش يقتلوا لها أمها، رغم اللي هي كانت ولية نعمته والحم كتافه من خيرها. في نهاية هالقضية الأطراف الكل المشاركة في هالجريمة طول ترماو في غاياها بالسجن، ما عدا سيليفيا اللي اعتبرها وكيلة الجمهورية بريئة من كل الاتهامات اللي توجهت لها. المحاكمة هذه دامت شهر كامل في محكمة إكسون بروفونس، بدأت نهار 17 سبتمبر 2018 وتمت نهار 17 أكتوبر. فوجياك جانوفسكي تحكم بالسجن مدى الحياة، وما ينجم يطلب صراح شرطي إلا بعد 22 سنة، يعني وقت اللي يولي عمره 91. وهكا الزويز يعني أمين سيد أحمد وصاحبه الحائر حمادي تم الحكم عليهم بنفس العقوبة متاع فوجياك، لكن من غير أي إمكانية صراح. بالنسبة لباسكال كالكوتش دبرها، خذ 30 سنة على السمسرة متاعه، وربما في الحبس ينجم يلقى بلاصة متاع مدرب للجنس الخشن المرة هذه، مش للجنس اللطيف. Pour nous c'est une grande victoire et c'est une joie pour ma mère. J'ai fait ça pour elle. Mes avocats et moi-même sont très fiers d'être arrivés jusqu'à ce point-là. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج نهجي التريبيونال، وتسمعها كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على EFM أحلى راديو. نهج التريبيونال، قضية اليوم، نص عماد بن حميدة على EFM.